وبرومك باتسام. لبيك يا أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مرة أخرى ونواصل معكم بث شبكة المجد ليومها السادس على التوالي من هنا من المشاعر المقدسة، ونرحب بمن انضم بنا مجددا في لقاءاتنا المتعددة والمتكررة في وجبة متنوعة نقدمها لكم من هذا المكان المبارك. نذكركم بأنه بإمكانكم المشاركة معنا بمشاركاتكم ورسائلكم وحتى صوركم، أما مشاركاتكم المكتوبة فنسعد باستقبالها على وسم أو هاشتاج البرنامج المجد في المشاعر، واليوم هو اليوم 11، إذن المجد في المشاعر 11. أما مشاركاتكم المصورة والتي التقطتموها أنتم بعدساتكم فنسعد بها على برنامج عدسة الحاج، والذي يأتي الإعلان عليه تباعا في ثنايا هذا البث. رحب بأحبابي الله يحييك زعيم البعثة بندر مساعد.
أنت الزعيم اليوم. أنت ما شاء الله عليك، إن كنت قائدا فلك هيبة، وإن كنت فردا فردا فكأنك فرد، سبحان الله. لا أنا أعجبني اللغة، قبل شيء يقول لأبو عبد الله قال لأبو عبد الله رجاء لا تأخر، فأعجبتني الروح القيادية عنده عليك. أبو عبد الله أعطاني القيادة فلازم أكون أهلا لها. يا سلام. هل رفعت يدك قبل ما تداخل يا شيخ؟ آسف آسف طال عمرك. هثاني أسف من ساعة. لك أبو تسمح لي أبو فراس، من الملاحظ اليوم أننا جايين بالطريق كان الحضور أو المشاهد اللي رأيناها اليوم حقيقة يعني بودنا أن نستطيع أن نصف الحشد الهائل من البشر ما شاء الله شفناه اليوم، يعني مئات الألوف كانت في هذه الممرات في الجسور وفي الممرات وفي الأفاق، فسبحان الله العظيم مشهد كان مهيبا رأينا اليوم. واحد المشاهد المهيبة ما أدري خلصت ولا لا، في خلفنا هنا نتابعها من قبل المغرب في الخلف، كان في نوع من بوادر التدافع لكن كان لها رجال الأمن بالحكمة بالتصدي وتغيير مسارات. طبعا الحاج يتمنى أن يختصر المشوار إلى مخيمه أو إلى طريقه من أي طريق كان، فوجدنا إحنا نوع من التدافع في اتجاه طريق ما، وكان هذا الطريق المفروض أن يكون للقادمين وليس للذاهبين، وتدافع يعني أو تجمهر الناس حتى يدخلوا إلى هذا الطريق، ومع الوقت وجدنا رجال الأمن والقوات المسؤولة تأتي لتغير مساراتهم بشكل صراحة كنا نتمنى أن تلتقطه الكاميرا، ولا أبو عبد الله؟ صحيح، لأنه سبحان الله اللي شاهد من فوق مو زي اللي جوة الميدان، حنا يمكن فوق وشايفين المشهد، الخطوط انسيابية الآن يعني وقت الرمي الخطوط إما يكون كامل الخط انسيابي بحيث متجه من الجمرات أو خارج من الجمرات، زي ما تفضلت بعض الحجاج يعرف أنه يعني مخيم في هذه الجهة فيبغى يعترض الطريق، هذا الاعتراض يعطل المشاة، يعني يعطل المشاة وحتى طرق السيارات، فالحاج خلاص يظن انه ترى انا هنا لو ما قطعت الطريق ما راح اوصل، والخطوط اللي احنا نشوفها من فوق انسيابية، يعني هي عملية دائرية وعملية يعني عملية دوران بسيطة، لكن تعرف صاحب الحاجة بعض الاحيان يكون ملحاح، توجهوا ما شاء الله تبارك الله يعني رجال امن جزاهم الله خير شكلوا كذا إطار توجيهي بشكل قوس، مشيت الأمور بسهالة يعني يلا الحمد. شوف الآن المشعر يفرق عن الأيام 6 و7 و8، يعني مشاهد الحجيج أفواج الحجيج من ذاهب إلى الجمرات ومن عائد يعني من الجمرات ومن ذاهب إلى الحرم، يعني حتى في الخطوط والقطار يمكن برضو بخط انسيابي، شوف الآن لو الآن هذا هو القطار يعني برضو جايب من أطراف منى إلى الجمرات، يعني نحمد الله عز وجل وأن يتقبل يعني من الحجاج، لو تشوف برضو حتى المشهد اللي هناك في طرف الجمرات وأيضا المشهد شوف اللي تحت ايه شوف يا خط الشارع الداخلي شوف الزحام اللي هناك. نعم الخط إما يكون كامل نزول أو طلوع. أما قضية التعارضات فالحمد لله يعني أنا ما أعرف إذا كانت الكاميرا تقدر تجيب هذا المشهد، طيب الشباب لأنه هذا القطار صحيح وكان فيه يعني ما أدري في أحد تحدث بالأمس إنه في عطل في القطار أو كذا، لكن إحنا شايفين الأمور طيبة والقطار ماشي بكل انسيابية، وهذا الآن الشوارع اللي كنا شايفينها قبل شوي فيها نوع من رجال الأمن أي وفي سبحان الله ثواني جاءت قوات ما أدري من فين طلعت وغيرت مسار الطريق إلى المسار الصحيح والحمد لله، يعني هذه على فكرة أنت خبير التقنية، بعض الأحيان التقنية أنت لا تستطيع أنك تملكها يعني بكل ممكن تحد منها لكن ممكن تخرج عن يعني فطبيعة القطار كونه يتعطل شيء يمكن أنت ما تملكه لكن قد تعاء يعني يمكن تعتب إنه تأخر الصيانة ممكن أو إنه ما يكون في تدخل، لكن اللي حنا نشوفه الآن ترى المعلومية ترى يعني يبقى خبر ما أدري حتى عن يعني ما ندري، لكن المعلومية ترى ينقل القطار على مدار 24 ساعة دون توقف. جميل. يعني مو محدد. صحيح. 24 ساعة وهو ينقل. وهذا الشارع اللي خلفنا الآن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله على زملائنا وعلى كاميراتنا وتجهيزاتنا، على فكرة الصورة هذه بعيدة جدا عنا. يعني إحنا فوق في مرتفع لكن الله يبارك في المجد ورجالاتها. برضو بالمناسبة. وهذه رجال الأمن شايفين كيف ماسكين في سلسلة أيديهم في أيدي بعض. جميل. كان في المنظر كان هذا الشارع كان متكدس للمعلومية ترى كان هنا في مكانهم افتراش كان في ناس جالسين وكان هو اللي مسبب الضغط اللي قبل شوي صحيح بالمناسبة حنا إن شاء الله اليوم الساعة 9 مساء سيكون يعني معنا
مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة التحضيرية لأعمال الحج وأمين عام هيئة تطوير منطقة مكة التي تشرف على القطارات الدكتور هشام عبد الرحمن الفالح. وهذا ممكن نأخذ أخبار القطار، لأنه هيئة تطوير مكة هي التي تشرف يعني إشرافا يعني تاما كجهة عليا وتنسيقية بين كل الجهات. ممكن برضو اليوم اللي حتى اللي عندهم تساؤلات ممكن يشاركونا في الوسم المجد في المشاعر 11 إذا أي تساؤلات من اللي تشوفها. وهذه الصورة العلوية يمكن هي اللي راح تلتقط لنا إن شاء الله مع الدكتور هشام شيء من المعالم في والخدمات اللي تقدم للحجيج. إذن هذه استضافة استثنائية ومميزة تحظى بها شبكة المجد بإذن الله على هذا المستوى. وكذلك نحن على موعد قريب بإذن الله مع معالي الشيخ. طبعا أنتم تحبوا المفاجآت وخلوها لما يدخلوا كذا، أنا لا، أنا رجل إعلامي أحب أشوق الناس وأخليهم قدام الشاشة قبل ما يجي الضيف. هنكون إن شاء الله بعد دقائق مع حبيبنا فضيلة الشيخ معالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري في استضافة كذا روحانية و مليئة بالعلم والأدب والخلق مع هذا الضيف المميز وضيوف هذا اليوم. سبحان الله، ما أدري هي كذا خلطة جميلة، هل هو بسبب المقدم القائد ولا هي سبحان الله يعني في البركة يا أبو فراس. الشيخ جاولة لسه في ملحوظ بس بسيطة اليوم كان الدكتور حبيب. أنا حقيقة ممكن قلت لحبيبنا أبو عبد الرحمن الشيخ سهيل يعني ليته أطال معنا. الدكتور حبيب أنا أعرفه من قديم يعني من مؤسس المجد، وهو يا والدكتور أبو عبد الرحمن سعد سهيل يعني لديه حقيقة المحاج جميل. شوف طريقة إلقائه كأنه كتب القصيدة البارحة وهو كاتبها يمكن أكثر من 20 سنة. إن شاء الله. فقدرته على الإلقاء، مفرداته، معرفته، خلفيته اللغوية في معرفة منى ومزدلفة وبعض الأماكن، في ظني حقيقة قد يندر أن تجد يعني هالروح الجميلة. هي الأسرة كلها صراحة أسرة مباركة، أسرة مباركة يعني كل واحد فيهم فن. من ما أدري سهيل إيش، لا هم إيش فنك الله يعني ترى سهيل يزعل إذا حد قال له سهيل. لا مو أزعل، لا يعني أسمه تصير سهيل أحيانا ترى ما لا أنت زعلت مني من الأمور بسهيل. لا ما زعلت، أنا أقول من الأمور المحببة على لك معلومة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى الإنسان بحب الأسماء إليه. هذا عمر أحب الأسماء. عمر قال ثلاثة تثبت لك الود في قلب أخيك وفي صدر أخيك، وذكر منها أن تفسحه في المجلس وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه. وأنا أحب الأسماء إليه سهيل. سهيل شايف لكتة بسيطة، حركة واحدة في اسم سهيل، طبعا اللهجة الدارجة ما نقول سهيل نقول سهيل. سهيل ومع ذلك سهيل يحب أن ينادى سهيل. وهذه هنا يعني لفتة ما أدري تأيدوني فيها ولا لا، تكثر في مجالتنا منادات البعض بأسماء قد لا يحبونها لكن من باب المزاح، بلقب، كنية، عيارة إن صح التعبير، فيها مزاح يعني وإحنا ما نشوف فيها بأس، لكن هو يشعر بحرج ويقول لك معليش لا تقولها مرة ثانية. قد يكون أخوك أو أختك تقول لك لا تكرر هالاسم أرجوك، وإحنا من باب المزاح نكررها مرة ثانية وثالثة. بعض الأحيان قد هو يقبلها منك لكن قد لا يقبلها من غيرك، فممكن أنا مثلا يعني اسم بيني وبينك أو داخل، لكن أنت تروح بطريقة أو بأخرى البقية يتسامعون فيه فينادونني، لأن كل إنسان له خاصة. أظن والله أعلم أن هذا الدين، بل هو مؤكد ومعتقد أن هذا الدين يعني شمل هالمعاني الجميلة. جميل. في ذكرها أمس الدكتور المهوس الدكتور عندما قال يوسف المهوس عندما قال قضية التواصل، مهارة التواصل، المعرفة، الابتسامة. بعض الناس ترى ما يهتم بها، اللي يسمونه بزنس مان، أنا عندي شغل ما عندي وقت إني أجاملك، ما عندي وقت إني، بينما هالمجاملات وهاللطائف والابتسامة والقدرة على اللفظ، خفض الصوت، انتقاء الكلمة وجماليتها، هي الروح الحقيقية لمهارات التواصل ما بين الناس. ولا أظن أعطيك مثال الشيخ الله يغفر له الشيخ شيخ صالح بن حسين، بن حسين ما شاء الله، لا نختلف عليه أبدا أن الرجل كان من اللطافة وكان من التواضع مع جلالة قدره ومكانته في البلد يعني وعند المسلمين وعند من يعرف وقرب منه، وأنتم أكثركم أو كلكم عاصر الشيخ وتحدث معه، في حقيقة من الأخلاق واللطف ما الله به عليم.
ولديه من العلم الشيء الكثير. فلا يعني حقيقة أن أكون مثقفا أن أكون لدي يعني منصبا أني لا أتلطف ولا أتحدث مع الناس ولا لي قدرة. عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أحد الصحابة يقول وكان عليه الصلاة والسلام يقبل بوجهه على شرار الناس، يقبل بوجهه يتلطفهم بذلك. الله. إذا كان هذا مع شرار الناس، ويقول أحد الصحابة يقول كان يبتسم وجهي حتى أظن أني أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. الله. ما الذي ينقصنا أن نبتسم؟ صحيح. وأن نقول كلمة طيبة وأن نلين، ما ينقصنا شيء أن نكون بهذا الخلق مع أبنائنا. أولا بعض الناس مع الناس كويس، لكن يكفهر من أول ما يدخل البيت مع عياله، ما يعرفون إلا الأوامر والشدة وهذا غير صحيح، وليست مرتبطة بالضعف. عفوا أبدا دكتور، البعض ينظر لها أن التواضع يعني أنك ضعيف، أنك لين الجانب، أنك مهيض الجناح، أنك رجل يعني فيك من الضعف، فيك من الدعة، لا تعني ذلك أبدا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تذكرته، كان الصحابة لا يعرفون، يعني عفوا من يدخل قبل أن يسلم لا يعرف أين النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما يتحدث ويقبل الصحابة عليه، لكن ما يفرقون بينه وبين أيكم محمد، أيكم محمد يعني، وهو موجود. بل هو ما في يعني ما هو أدق من ذلك، حتى مراعاة المشاعر، يعني مراعاة المشاعر والأحاسيس مو على البشر بعد، حتى على البهائم. يعني تلك المرأة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم فجع هذه الطائرة وطير العصفور يعني بولدها. الله. يعني وش هالمشاعر التي سماه ولد إلى هذه، حتى في الذبح سماه ولد. نعم، وحتى في الذبح الآن في الأضحية سنك. يعني في اليحج شفرة وليرح ذبيحة، ولا أتمنى أنكم تراعوا مشاعر الدكتور خالد. هو ما يجي يتكلم واحد يدخل يا دكتور خالد والله شوف ما عليك من أهل نجد، لا والله ادخل على طول لا هذا اصلا حوطه بين الاثنين. اي والله اصلك من الميزه ولا من الحوطه؟ لا امي من عنيزه وابويا من الحوطه، وانا عايش فعلا جماعه الحسنيه يعني خاطر نكهه نكهه كذا يعني ياخذ راحته مع المميز ابوه. امشي مع خالد وامشي معك وامشي مع عبد مع الكل والله. ونعم هنيئا لنا بك يا عبد الله. الله يسلمك يا عبد الله. الله يبارك. أنا كنت أفكر في بعض الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع فيها آداب التعامل مع الناس في لفظ موجز، وهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ففي بعض الأحاديث أشعر كذا النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا كيفية التعامل مع الناس في بعض الأحاديث، ومن أعظمها حديث أنس رضي الله عنه عندما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخي هذه قاعدة عجيبة، خلاص ضع نفسك مكانه، أنت ترضى أن يصنع بك أحد هكذا أو يعيرك أمام الناس مثل ما تفضلت، أو يقول لك كل ما تتمنى أن يعاملك الناس به فعامل الناس به وعاملهم بما يحبون. والله هذا الحديث لما أتأمل فيه يعني هذا قانون عجيب. التقمص أيضا عجيب، يعني لا يؤمن أحدكم، يقال أهل التطوير يقول من أمور التقمص أن 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 تتقمص شخصية اللي أمامك حتى تعرف منطلقات وأنت تعرف وحتى تقترب منه أكثر. هذا هو، هذا أعظم قانون. احنا جايين في الطريق كان فيه طبعا خصوصا في مثل طرقات مكة، خصوصا في مثل هذه الأيام الزحام، وهذا الزحام فعلا فعلا اللي يقود السيارة عليه من الضغوطات ما الله به عليهم. اختلفنا كذا وإحنا في السيارة أيه الأخلاق أقرب، إذا أخطأ عليك واحد أنك تفتح النافذة وتنبه على خطأه، ولا أنك تتغافل، هذا خلق وهذا خلق. فمنا من قال أنه لا، لابد أني أكون إيجابي وأنبه عن خطأه، ومنا من قال أن إذا أنت صرت إيجابي من أول ما تطلع من بيتك لحد ما توصل لشغلك يعني ما راح توصل، ما راح توصل، يصير الناس إيجابيين وأنت بتنفجر بالضبط. أنت تتطرف. من أراد أن يتعلم الصبر في الحج يتعلم الحلم في الحج، يتعلم التواصل في الحج، التعاون في الحج، في الحرم، في الطواف، في السعي، في الجمرات، في هذه الأماكن، في عرفات. رأينا من المواقف التي انزعجنا يعني منها، ولكن يعني ربانا هذا الدين على هذا الخلق الجميل، أن نصفح وغض الطرف ونستمع ونلين الجانب. فهو حقيقة كما يعفو كما يعني ذكر أكثر من ضيف،
أنه مدرسة متكاملة. جميل. إحنا حابين في هذا الأثناء في جلستنا المفتوحة هذه مع بعض، والكثير من المشاهدين يطالب بهذه الجلسة المفتوحة، إحنا نقاتل مع فريق الإعداد أنهم ما يجتهدون كثيرا. إحنا نبغى، عندنا ما شاء الله هنا كل واحد فيكم قامة من القامات وله رأيه وله فنه وعلمه، فإحنا حابين نجلس مع بعض أكثر، ولا يعني هذا لا يمنع أنه في عندنا كثافة من الاستضافات. فحتى يحين فترة دخول ضيفنا القادم لا ننسى ضيفنا الأساسي وهو الجمهور. ممكن فإذا في شيء في الهاشتاج كرما من احنا نتناول. يا ابو فراس بس اكمل بعض الاحاديث اللي تشكل قواعد. انا ذكرت انا بس برضو في القاعده الاولى بس القاعده اللي ذكرتها يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذه بعض من كتب والف في فن الاتصال انطلق من هذه القاعده فالف كتاب، ومنهم الشيخ عبد الله الخاطر رحمه الله في كتابه الموسوم فن التعامل مع الناس. والشيخ عبد الله رحمه الله يعني هو شاب توفي وهو في الثلاثين يعني من عمره رحمه الله، أي كتب كتابا لطيفا اسمه التعامل مع الناس، أخذ هذا الحديث منطلق للتأليف، فقال الناس يحبون أشياء ويكرهون أشياء. ما هي الأشياء التي يحبها الناس؟ تعامل معهم بها. الأشياء التي لا يحبها الناس تجنبها، فبذلك تكون أحسن الناس في الاتصال والتعامل مع الناس. هذه القاعدة الأولى شاملة جامعة مانعة. قبل ما أنتقل للدكتور خالد، أنا ما أعرف إذا في إمكانية ولا لا أن إحنا بما أن إحنا في هذا المكان أن إحنا نجيب مشاهد حية من التعامل قوات الأمن مع الحشود اللي تأتي أحيانا وتريد أن يعني يكون لها يعني حظ شخصي في المرور بعض الطرق، إن أمكن وجدت اللقطة خير وبركة نعلق عليها على الهواء مباشرة، لأن إحنا نشوف صراحة شغل جدا. هذه يعني هذه اللقطه هذه على الشاشه الان، شوف هي جايه يمين شويه. انت الشباب كيف ماسكين يا ابو؟ اي صحيح، حتى السماح شوف للنساء العجزه يسمحون لهم في بعض المخيمات القريبه بالمرور. ايوه ممتاز ممتاز، كمل الحركه كمل الحركه لين تجي عند في شيء يعوق الكاميرا هناك حيث نقطه التكدس والحشود، ولكن في اداره صراحه ذكيه وحكيمه لتحويلها الى المسار الطبيعي. جميل. نقرأ شيء يعني بس بعد ما نقرأ أفكار الدكتور خالد. تفتيت الكتلة عندهم بعض النظريات الجميلة في التعامل مع الحشود رائعة، شفناها وامس استخدموها. أعطينا القاعدة الثانية. الحديث الثاني اللي سبحان الله كنت أتوقف عنده كثيرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني الله يشوف لو طبقنا هذا الحديث قديش حيرتاح الناس ونرتاح إحنا. يعني تركه ما لا يعنيه ترتاح وهو يرتاح. هذا المشهد كان قبل قليل. هذا تقصد تفتيت الحشود يا ابو؟ اي عنده تفتيت الحشد. اي يعني كان في حشد في شوف الشارع الداخلي طالع طرفه، شوف الشارع الداخلي كيف عبد الرحمن هنا 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 عبد الرحمن شفت المنظر يعملون اشبه بالمثلث حتى ما يصير فيه تكدس. لا يصير فيه التكدس حركة هنا كان قبل ثواني لما طلبت من المخرج انه يحاول يلتقط لنا اياها، وجزاه الله خير بذكاء التقطها لنا، كان في حشود ضخمه جدا في ثواني تفتتت على كلام حبيبنا الدكتور خالد العتيبي. ما نبغى شو اسمه نطيل على احبابنا في هاشتاج المجلس في المشاعر 11. في شيء ابو رزان؟ تسلم. يعني بصراحه المشاركات كثيره الجميله من جزاك الله خير، بيض الله وجهك يا حبيبي. حلو اللوك اليوم ها؟ ثلاثة حديث ذكرت اثنين باقي لي اثنين اقولها وخلاص بدون تعليق. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. خلاص الله. يعني سبحان الله في التعامل في الكلام في الاهتمامات. والحديث الرابع انا كذا فكرت حاولت اني اجمع حديث تكون قواعد. الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه ان يوصيه لا تغضب. يعني كأنه استقلها فردد مرارا قال لا تغضب. فهذه أربعة حديث في أركان التعامل عظيمة في التعامل مع الناس. الله عليك. ويمكن يعني في غير، لكن أنا توصلت هذه الأربعة وما زلت في البحث. يعني الله طلعت يسلم. على الله رسالة ماجستير في الأردن كانت بعنوان مهارات الاتصال في السنة النبوية، جمع فيها جزء مثلا من الأحاديث اللي ذكرتها وغيرها من الأحاديث. وبالفعل يعني اللي أراد أن يتعلم ممكن فن الاتصال بشكل كامل يأخذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم كقدوة، والتطبيقات اللي موجودة حتخرج بكل موقف بقاعدة مضطردة شاملة جامعة مانعة. ومن عبد الله عاد أستاذ في مهارات الاتصال ويدرس مهارات الاتصال عاد يعني هذه من الأشياء الجميلة اللي الواحد كونه يعني يمارس شيء هو يحبه
لا شك انه هذا يقولون سبب من اسباب النجاح بعد توفيق الله عز وجل، انه يمارس تخصص وتعلمته انا في قصة الشغف من الأستاذ علي العزازي، زارنا في جدة وقدم لنا دورة كانت جميلة. شوف على طاري أحب الأسماء، أنا والله ما أحب كلمة الأستاذ هذا. أنا كذلك سبحان الله. أبو فراس تضع بيني وبينك فاصل. طيب أخوي علي، علي بدون أخوي ما تبغانا ما تكون أخوي يعني؟ أخوي. أنا أشرف بهذا يا علي، بالله يساعدك إذا تطلع منك حلوة. علاوي علي خالد كان يقول لك علاوي فلاوي. لا والله من زيادة الأدب صراحة. الله يرضى عليك، تسلم. لكن حقيقة زارنا والله جزاه الله خير وقدم لنا قصة الشغف هذه، وإنها كانت هي بعد توفيق الله سبب من أسباب نجاح الأستاذ علي في علي، سبب في نجاح علي في برامجه اللي نحن نلمسها ونفخر بها يعني على شبكة المجد، سواء كان برنامج حياتك وبرنامج جنان والشاشة لك، يعني بالفعل كانت أشياء مميزة، ومن أسباب أو محرك الأساسي هي قصة الشغف. فأتوقع برضو حتى الأستاذ خالد حنا في أي مناقشة نناقشها الدكتور خالد الله برضو رجعنا في جلساتنا نلمس فيه النفس الأصولي، يعني كل شيء يربط بالأصول بأصول الفقه بحكم تخصصه ما يحتاج. فهذا أنا أعتبر أنه شيء سر من أسرار النجاح، وكل في تخصصه. حبيبنا أبو رزان NLP. أنا ما أدري، أحب أقول أبو رزان، أنت تقول أبو عبد الرحمن، أقول أبو رزان. بنتي سلطان الله يصلحها ويحفظها أكبر من عبد الله، فتقول لي يعني ليش يا بابا يقولك أبو عبد الله ما يقولون أبو سلطانة؟ والله صادق والله تستاهلين أبو سلطانة وأبو عبد الله. يعني من اليوم أنت أبو سلطانة عندي سم، أنا من اليوم أنت عندي أبو سلطانة. والله هذا تاج على رأسي أبو سلطانة، رأسها بعد هي ما يحتاج. الله يجزيها خير، الله يصلحها يا رب. أبو سلطانة قبل جد ضيف، بس بجرب ابو سلطانه بس. جزاك الله خير ابو سلطانه، كيف الحال؟ الله يحييك ابو عبد الله. والكلام للافاضل، ما اظن ستجد رجل طبق هذه المهارات الجميله تفضلتم بها ومنزعج في حياته. صدقت سنت. لا في الطريق ولا في مثلا قضاء حوائج الناس ولا في عمله ولا بين اهله ولا او في الحج في غيره، تجده منشرح الصدر دائما، يبتسم لهذا، يتحدث مع هذا، يلاطف هذا، يجامل هذا، يحنو على هذا، يعرف على هذا، يتصدق على هذا. لا يمكن تجد هالمهارات عند شخص تجده منزعج في حياته أبدا. يقال لي أبو رزان أردت أن تتأثر. أبو رزان نبضل حيثاك، أنا بعطيكم من عشان الضغط. أنا أردته، أنا ماسك النفس. طيب بس نقول أبو لا عفوا عبد الرحمن، إذا أردت أن تكتسب فابذل. الله، حسن الخلق ابذله لتكتسب راحة النفس، الابتسامة ابذلها لتكتسب محبة الناس. هذه إذا أردت أن تحصل شيء فابذل، صح، ابذل صح. من هذه الأخلاقيات اللي قال أي شيء تذكره، ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد حطمه الناس. حطمه الناس لأنه كان يصبر عليه. ضيفنا يلبس البشت بسرعة، عجل علينا يا أبو سلطانة. بسم الله، ليش ما نخلي بعدين؟ لا جيد، في كثره. اتابعكم الله على اثاره هذا الموضوع من الاخت حنان الزيات، ويا ريت الجميع يستمع اليكم. ولكن بعض الاحيان احنا في ممارستنا للاسف بعض الاشخاص اصحاب الخلق السيء قد لا يستمعون ولا يدعون لك مجال للتعليق. اعيدوا اطفالكم، حصنوا انفسكم. ليت كل مقدم يتحدث عن اول حجه له. توقعت انا تحدثت الحمد لله، تحدثنا وابو عبد الرحمن تحدث ما يحتاج. 56 مصورينها 52 مشاهد جميله. جميل ابو رزان، اي انت الحين ما فرقت الضمه والفتحه، ايش رايك؟ ما فرقت الضمه والفتحه. شفت شلون فرقت؟ شفت شلون فرقت في القراءه؟ اي والله انا فرحت بس رحب الشيخ، يعني يمدينا على هذه. طيب ما جاء الشيخ خلاص. طيب ابو عبد الرحمن الباز من زود ادبه يبغانا نرحب بالشيخ وهو في اول الشارع، لكن يستاهل شيخ. الشيخ يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله شيخ. شيخ سلام. الله يبارك فيك.
الله يغليك العيد مبارك. الله منا ومنكم الله وإياكم في طاعته. حياكم الله. عسى ما تعبتوا في الحج فيكم. قل عسى قلبك رق في الحج. عسى أن استفدنا معاني التقوى في الحج. يهتم الناس كثيرا بالأمور الظاهرية. الهدف الحقيقي ننساه. هل قبل؟ هل غفرت الذنوب به؟ هل حصلت التقوى في القلوب بهذا الحج؟ هل تغيرت أحوالنا؟ أصبحنا إذا تليت علينا آياته زادتنا إيمانا؟ إذا سمعنا شيء من القرآن خشعت قلوبنا؟ هل وجد عندنا حصانة ذاتية من الذنوب والمعاصي؟ هذا اللي ينبغي أن نسأل عنه في الحج. الله إلى تعب الإنسان زاد أجره شهادة الحين. ما شاء الله. وهي أيام قليلة، والمؤمن سلم بالقضاء والقدر، ويعلم أن الدنيا دار الابتلاء، وأن المصائب في الدنيا لن يسلم أحد من المصائب مهما بلغت منزلته ومهما آتاه الله من الدنيا. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمصائب لابد تقع، ومن أصيب بمصيبة كفر الله سيئاته، فإذا صبر عليها نال الأجر العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا رضي بقضاء الله وعلم أن ما يقدره الله له خير له، وكان مرتاح النفس هنيء البال بما يصيبه، حينئذ يصل إلى مرتبة الرضا، والعبد يؤجر على الرضا، ويرضى الله عن العبد متى رضي عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. رضي الله عنك يا شيخ. والأمر الرابع إلى بذل الإنسان الأسباب في إزالة ما يحصل عليه من المصائب يؤجر أجر الرابع. الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم. الله يبارك فيك. حج مقبول. بس نبغى نرحب بفضيلة معالي فضيلة الدكتور سعد الشثري، طبعا احنا في ضيافته الآن، و ما ادري اذا كان عندكم حاطين محاور ما محاور، احنا ما لنا علاقه بمحاور الاعداد، احنا في لقاء مفتوح الان مع الاحبه الزملاء يشاركوننا في هذا التقديم، وكذلك مع مشاهدينا الكرام عبر وسم المجد في المشاعر 11. من اراد منكم ان يستفيد من العلم والادب والخلق لدى فضيله الدكتور سعد الشثري فاهلا وسهلا به. تفضل بعد الله. حياكم الله شيخنا. الله يبجيك ويسلمك ويغفر للشيخ ويسكنه في سيح جناته. كنا نتحدث الشيخ قبل يعني قدومكم الكريم حول قضية أن الحج مدرسة يتعلم منها الحاج والمؤمن بشكل عام كثير من الخصال: التواضع، الصبر، اللين، وذكرها أيضا أستاذنا أبو عبد الله، مهارة التواصل مع الناس. سؤالي شيخ يعني حفظكم الله، يعني ونحن نتحدث أيضا عنكم يا شيخنا، قدرتكم ما شاء الله على التعامل مع الجميع. أنا أشوف الشيخ جزاه الله خير دخل الاستوديو سلم على الجميع، وهذه خاصة بالشيخ سعد كتب الله أجرك. ونحن عندنا في الاستوديو الشباب يذكرونها، يقول إذا جاء الشيخ سعد يمر على الصغير والكبير، الجالس واللي عند الكاميرا، على الجميع، كتب الله أجركم. كيف يمكن من خلال هذا الموسم العظيم، أيام يعني مختصرة، أن نبني هذه المعاني في أخلاقنا وسلوكنا؟ سلمك الله، هذه المعاني لها أصول، إذا وجدت الأصول وجدت هذه الثمرات. وأنا أعطيك نماذج من المنطلقات التي تنطلق من هذه الأخلاق. أولها الإيمان باليوم الآخر. نحن في هذه المواطن نتذكر وقوفنا بين يدي رب العزة والجلال، نتجرد من الدنيا، لا يبقى على الإنسان إلا خرقتين. يتذكر ذلك الموقف العظيم بين يدي رب العزة والجلال. إذا تذكر الإنسان الآخرة وأنه سيقف في ذلك الموقف مع الناس، حينئذ تتغير حساباته كليا وينطلق منطلق آخر. أنت إذا حسبت الحسابات الدنيوية تقابل الإساءة بالإساءة، وإذا حسبت الحسابات الأخروية تقابل الإساءة بالإحسان.
أنت إذا نظرت للآخرة أصبحت تعامل الله في تخلقك في أخلاقك مع الآخرين، ما تتعامل مع الناس، تتعامل مع الله. أنت إذا استشعرت الآخرة لم يبقى لك في باب الرجاء إلا الله، ولا يبقى لك في باب الخوف إلا الله، ولا يبقى لك في باب التضرع والخضوع إلا الله. فهذا المعنى الذي نحتاج إليه ونحن في أشد الحاجة إليه، الإيمان بالآخرة وتكريس هذا المفهوم، الاستعداد للآخرة في أمورنا يغير حياتنا كليا. كذلك استشعار مراقبة رب العزة والجلال. أنت في عرفة مضحي والله يباهي بك ملائكته يراقبك ويلاحظك. الله عندما تدعو الله حينئذ تستشعر أن الله مطلع عليك. إذا استشعرنا هذا المعنى أن الله يعلم جميع أمورنا وأنه يراقبنا وأنه قد سجل قد هيئ ملائكة يسجلون أعمالنا، حينئذ تختلف المعادلة. أنت لما مريت بكاميرات ساهر حاسبت، فكيف إذا استشعرت الملاحظة الإلهية التي يبلغ الإنسان بها أعلى مراتب الدين، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وجد هذا المعنى استشعار مراقبة الله عز وجل تغيرت حال العبد. إذا استشعر الإنسان حاجته لله، أنت محتاج لربك في كل أمورك، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت في وقفتك في عرفات ترفع يديك تطلب الله خيري الدنيا والآخرة، في منى كذلك، في مزدلفة كذلك، عند رمي الجمرات تقف بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى، ترفع يديك لرب العزة والجلال تدعو وتؤمل من الله جل وعلا أن يلبي حوائجك. إذا استشعرت حاجتك لله حينئذ أن تتطلع إلى رضا الله ليلبي حاجتك الأخروية وحاجتك الدنيوية. ولذلك هذا الاستشعار الحاجة التي يحتاج إليها الإنسان يتغير بها حال الإنسان. إذن هذه منطلقات. عندما نستشعر نعم الله علينا، هذا الحج يجعلك تستشعر نعمة الله عليك. كل إنسان من يقول الحمد لله التساهيل، سهل الله الطواف، سهل الله لنا النفرة، سهل الله، هذه التساهيل التي يسرها الله تجعلك تعرف نعمة الله عليك، وبالتالي تبدأ تفكر في نعم الله. ونحن في غفلة شديدة عن النعم حقيقة. كم في أبداننا من نعمة نحن غافلون عنها، ما نفكر فيها إلا لمرضنا، ولا نفكر فيها إلا بفقد عند فقدها. فالله يتفضل علينا بأن يجعلنا نفقد هذه النعمة في بعض أجزائنا من أجل أن نستشعر بقية النعم في أبداننا. إذن هذه منطلقات لا بد أن نرسمها وأن ننطلق منها. عندما يستشعر الإنسان معنى الاعتراف بنعم الله، شكر رب العزة والجلال، شكر يجعله حينئذ يشكر عباد الله الذين أحسنوا إليه وكان لهم فضل عليه، سواء من والديه أو من أساتذته أو من قرابته. فإذا رفع يديه رفع بالدعاء لوالديه، بالدعاء لأساتذته، بالدعاء لإخوانه ممن له فضل عليه، بالدعاء لولاة الأمور، بالدعاء لكل صاحب فضل، يتقرب بذلك لله عز وجل لا رياء ولا سمعة، وإنما يريد ما عند رب العزة وجلال. فالمقصود أننا إذا أردنا أن نغير حياتنا وأخلاقنا لابد أن ننطلق من المنطلقات الأساسية التي تصلح بها أخلاقنا. هناك عديد من الأمم عندهم أخلاق لكن ننطلق من منطلقات دنيوية، وبالتالي تقف عند حد معين. لكن إذا انطلقنا من منطلقات إيمانية أخروية فحينئذ لا يكون لها حدود وتصل أعلى مراتب الأخلاق بالكلية. جزاك الله خير. فضيلة الدكتور، طلبنا من المشاهدين المشاركة معنا، ومن حقهم علينا أن نلبي
مشاركاتهم وأسئلتهم. وهذا سؤال شخصي يقول: لماذا اختار الشيخ سعد أصول الفقه من بين علوم الشريعة؟ أصول الفقه له ميزة أنه الآلة التي يفهم بها الكتاب والسنة، وله اتصال ببقية العلوم قاطبة بلا استثناء. قواعد الأصول تفسر بها كتاب الله، قواعد الأصول منطلقات للقواعد العقدية، قواعد الأصول أيضا يحكم من خلالها على الأحاديث وتفهم بها الأحاديث النبوية، قواعد الأصول يمكن استخراج الأحكام منها، وفيه معاني أخرى كثيرة. قواعد الأصول هي المبنى الذي يبنى عليه الاجتهاد، ولذلك جدير بالأمة أن يكثر فيها أهل علم الأصول، لا على المستوى النظري فقط بل على المستوى التطبيقي. نريد أن هذه القواعد لا تحفظ فقط، وإنما ينطلق منها إلى استخراج الأحكام التي يحتاج إليها الناس، النوازل التي تحدث في حياة الناس تحتاج إلى فقهاء. لا يمكن أن يوجد فقيه إلا إذا كان عنده قدرة أصولية، قدرة على تطبيق القواعد الأصولية. ولذلك أنا أحث إخواني على دراسة هذا العلم، وخصوصا من تأهل منهم للعلم الشرعي. بعد حثك هذا ستتكدس الجامعات بهذا عبارة يا شيخ: أنا من حرم الوصول فقد حرم الوصول. هذه عبارة كلمة من أهل بعض أهل العلم، والذي يظهر لي أن المراد بها أصول الأدلة التي هي الكتاب والسنة وليست قواعد الأصول، لأن بعض الناس يبدأ يستخرج الأحكام من اجتهادات مجردة غير مستندة إلى النصوص، وبالتالي لا يصل إلى حكم الله في المسائل التي تعرض إليه. فهذه العبارة أو هذه الجملة ليس مرادا بها قواعد علم الأصول المعروف، وإنما المراد بها الأصول الشرعية التي هي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأصول، إذا كان الحديث عن الأصول، طالب العلم يدرس الأصول ثم الفقه أو الفقه ثم الأصول؟ شوف، هناك مبادئ فقهية تحتاج إليها في حياتك، لا بد أن تدرسها وأن تعرفها أولا. جميل. كيف تصلي، كيف تؤدي زكاة مالك إذا كان عندك مال، كيف تصوم، كيف تحج. إذا هذه لا بد أن يقدمها الإنسان، يأخذها عن طريق التقليد، ثم بعد ذلك يدرس القواعد الأصولية، ومن ثم يستطيع استخراج الأحكام من الأدلة. شيخنا، برجع للمربع الأول، الكلام اللي بدأت بزاحة، الكلام الأول اللي تكلمت، البناء الإيماني الذي يبنيه الحج في قلب الإنسان، هل يمكن أن يكون هناك خطوات عملية محسوسة تعين على تحقيق مثل هذه الأهداف من صحبة وغير ذلك؟ نعم، هناك العديد من النقاط والأشياء التي توصل. أول هذه الأمور تدبر الآيات القرآنية، الذي يتأمل في الآيات القرآنية تهزه هذه الآيات. يعني عندما يقرأ الإنسان في قول عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ويحذركم الله نفسه، تهز الإنسان هزا. وبالتالي هذه الآيات وهذه الآيات المتحدثة عن الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، مشاهد يوم القيامة في القرآن، كل هذه تحرك الإنسان لتحريك أو لتنشيط الإيمان في قلبه. كذلك تدبر الآيات الكونية، سواء في بدنك أو في الكون، تناظر النجوم وتشوف الخلق البديع، كل نجم يمكن كبر هالأرض اللي حنا عليها آلاف المرات، خلق من؟ خلق الله. حنا وش حنا عند أرضنا ذا اللي تحتنا، وأرضنا وش عند هالكواكب العظيمة التي في السماء، ما أعظم خالقها. عندما أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يتفكر في هذه الأمور التفكر في التاريخ،
تاريخ الأمم السابق، كيف أهلك الله عددا من الأمم زالوا. انظر إلى عاد، إلى ثمود، إلى فرعون، إلى أمم قريبة، دول عظمى، دول راحت لها مئة السنين وزالت. عندما يتفكر الإنسان فيها وفي قدرة رب العزة وجلال تزيده إيمانا بالله جل وعلا. إذا نظر الإنسان إلى صفات رب العزة والجلال نظر تدبر وتأمل تجعله تلك يزيد إيمانه، فعال لما يريد، شديد العقاب ونحو ذلك من النصوص، هذه تزيد. كذلك مطالعة سير الصالحين وأولهم أنبياء الله في كتابه، هذه تهز الإنسان هزا وتحرك الإيمان فيه. وهكذا تفاسير القرآن، تفاسير القرآن إذا قرأها الإنسان خصوصا التي تعتني بمثل هذه المعاني، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يحرك الإيمان ويجعل الإنسان ينشط في ملاحظة الأصول العقدية التي ينطلق منها. الصحبة الصالحة كذلك، كم مرة يأتيك إنسان ويلقي لك كلمة واحدة، جملة تغير حياتك، يجي ويشاهد منك رغبة في تصرف، يقول لك احفظ الله يحفظك، تقلب الميزان، تقلب الميزان، إن ربك شديد العقاب، تقلب ميزان العبد. عندما يتذكر الإنسان أيضا النصوص التي فيها رحمة الخلق وأن الله عز وجل رحيم بمن يرحم، تحرك. كذلك العطف على الضعيف يحرك الإيمان. اليتيم إذا قمت به مسحت رأسه ألان قلبك، ألان قلبك. الوفاء بالعقود والمواثيق يلين القلوب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هكذا أيضا اجتناب المال الحرام واجتناب استماع الكذب، هذان سببان عظيمان لأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ليش؟ سماعون للكذب، أكالون للسحت. هذا المال الحرام قد يستهين به الإنسان ويدور أي مستمسك ويدور له أوراق يمكن يزورها ويمكن، لكن ما يدري أن العاقبة الشنيعة. هكذا أيضا سلامة القلب من أن يدخل إليه تدخل إليه المعاصي والذنوب. البصر يحفظه الإنسان، اللسان ما يتكلم به إلا ما يرضي الله، السمع ما يدخل إلى جوفه إلا الكلام الطيب الحسن. إذا وجد هناك مجالس فيها لغو أو فيها التكلم بأعراض الآخرين وسب فلان وقدح في فلان، نصحهم فإن أطاعوه اللقام. سماع المحرم يجتنبه، النظر المحرم يجتنبه، حينئذ يؤدي إلى طهارة قلبه. وأذكر في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة. شوف حين يصلون التراويح مع الإمام ويقرأ آيات لو نزلت على الجبال خشعت منها، ومع ذلك ما تتحرك القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ليش؟ هالحلاوة التي في القلوب راحت. ولذا قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيضا أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما هي بالمحبة اسم شيء اسمي، المحبة تستلزم أن تطيع من تحب،
أن تسير في أمره وفي ركابه ومع جنده، هذا مستلزم المحبة. تحبه ثم تعصاه؟ لا إله إلا الله. أنت لو تقول لي يقول واحد أنا أحبك بس بعصاك، لو تحبني تطعتني. والثانية تحب أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهم علشان في وظيفة ولا في محل ولا عنده فلوس ولا بينه وبين زمالة سابقة ولا لا، يحبه لله طاعة لرب العزة والجلال، لأنه من أهل الإيمان، وبقدر ما عنده من الإيمان يزداد مقدار المحبة له في قلبك. لا يحبه إلا لله. فضيلة الدكتور ونحن نحبك كثيرا والله، لكن عاد خبر مخرجين وحركاتهم الوقت انتهى. طيب الثالثة وأن يكره نختم بها، وأن يكره أن يعود في الكفر، في الكفر كما يكره أن يقدم يغمس في النار، يغمس في النار. طيب هالحين الواحد يصلح يعرض عن الحديث اللي يقربه من آخرته أبدا. طيب أنت وراك تقول وقفنا على شيء، خلنا نروح نمسك المخرج عشان أذان الشيخ الآن يؤذن. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، جزاكم الله خير، أسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يجعله حجا مقبولا، كما أسأله جل وعلا أن يجزي ولاة أمورنا خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. معالي فضيلة الدكتور سعد الشفري، الحقيقة لم نرتوي ولو حتى ربع الكأس منك، ولكن إن شاء الله حسمنا. نحن بنجلس معك شوي بس، المؤذن الآن مؤذن صلاة العشاء أظنها اعتلى المنبر وينتظر نخلص عشان يؤذن. بارك الله فيك، حلو الصوب حتى شعرة. الله يحفظ. سؤال الدرع، عندنا سؤال اسمه سؤال الدرع. الثواني الأخيرة، شوف برامج التقنية يا شيخ؟ لا ما شوف. شيخ أنا العجوز عليك الله يهديك. أنا عند البرنامج وتقول أني أتقرب بالوصول. شيخ أنا العجيب إنك ما شاء الله يعني أمام الشاشة غير خارج الشاشة، يعني اللطافة اللي تغمر بها من حولك ومن قرب منك الشيخ ما يعني عجيبة والله. كأنه في هذا سر يعني، واللطافة والبساطة. غالب البرامج الفتوى يستحضر الإنسان النار بين عيونه الله، ويشوف يتكلم بسم الله، بالتالي موطن مهيب مخيف. لا إله إلا الله، بارك الله فيك. الله يجزاك وعذرنا ان قاطعناك، ولا والله ما ودنا تكمل معنا الاخر الليل. استعملنا الله وياكم في طاعته، وبارك الله فيكم، ووفق الله المشاهدين لخير الدنيا والاخره. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا. جزاك الله خير، في امان الله. جزاك الله خير، ناخذ عنك وصلنا. لا احنا ان شاء الله شيخنا ما يكون الله. إذن إن شاء الله بعد هذا اللقاء الماتع، لقاءات أخرى ماتعة نعيدكم بها بعد صلاة العشاء، تواصلوا معنا عبر واسمنا المجد في المشاعر 11، ولنا بكم لقاء بإذن الله. إلى ذاك اللقاء. لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب، لبيك جئنا محرمين.